أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ والله محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنه قبل الصراط، لأن الناس عقب المحشر يعطشون ويحتاجون إلى الشراب. بعضهم يقول إنه بعد المرور على الصراط، وبعضهم يقول إن هناك حوضاً قبل الصراط وحوضاً بعد الصراط، فالله أعلم. المهم أننا نثبت الحوض ونؤمن به، أما هل هو قبل الصراط أو بعده فهذا يحتاج إلى أدلة، وليس هذا من شؤوننا. نعم.